السلام الله عليكم وأهلا بكم في هذا الدرس الثالث والعشرين من دورة تعلم لغة الـ HTML. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم عن الـ Responsive Design في الـ HTML. من أجل هذا قمت بإنشاء ملفين، ملف HTML اللي هو يتكون من doc type والـ للمراسيم HTML أبري دوز لما برنسيبال اللي هو الهيد والبودي. دونك أنا جوست نكتب layout وبين نكتب design responsive design. احنا في هذا الكور برينسيبال مرحين نعرف البيت تاع responsive design. كما سبق وقلنا في الدروس السابقة responsive design هي عبارة عن واش responsive design هي عبارة عن la mise en style، يعني نقدر نقوله هي الوضع في ستيل، تحط ستيل تاعك، يعني هذا المفهوم الثاني تاعها، تحط لاباج تاعك في واحد ستيل اللي تسمح لك باش تكون ادابتاتيف مع جميع الاجهزه، سواء ان اورديناتور سواء ان بي سي سواء تابلت سواء سمارت فون. فوالا، دونك حنا في الدروس السابقه خاصه في الكور تاع لي ميتادوني قلنا بلي كاين واحد لاباليز، عفوا وهذه لاباليز اللي قلنا ميتا تحتوي على واحد لاتريبي في بورت، يعني فالور في بورت، هذه هي اللي تسمح للبراوزر باش يابليكي الريسبونسيف ديزاين في لاباج ويب تاعنا. في هذا الكور ان شاء الله راح تكون 100% ريسبونسيف ديزاين، صافي دير تكنيك الزوجه وبيان لا ميثود الزوجه هي نستعملو كو دو سي اس اس كو دو اتش تي ام ال ونتحكمو في اللارجر في الهاي في الويد، نتحكمو ونسبريمي نحركوا الكونتوني تاعنا دي فاسوين تحصلوا على واحد الريسبونسيف ديزاين في لاباج ويب تاعنا، يعني الاستجابه السريعه في لاباج. يعني كيفاش الاستجابه السريعه؟ يعني لاباج تاعنا تكون في الاورديناتور ابري كي نبدلوها التليفون تكون عندها لو ميم فورم، ما تبدلش، بدلوها باريزون الطابلات تحافظ على الفورم تاعها والكونتوني تاعها على كامل لي ديفايس. هذا هو البيت. من اجل هذا رايحين حنا ان شاء الله في الكور هذا رايحين ننشئوا، انا نقول باغ اكزومبل ويز لي اوت لي اوت. وكي نحكيو على لي اوت بيان سور لحد الان حنا عرفنا الفلوت باش نكريو لي اوت باستعمال الفلوت في سي اس اس. فوالا نجيو هنا البودي تاعنا، البودي تاعنا راح يكون ان شاء الله هذا في البودي تاعنا، خاصنا نجيو هنا ايزون كريو انديف، يعني نسيو نكريو لي اوت بلي ديف كيما عرفنا ايدي هادي باكزون. حنا راح يكون عندنا دي سيتي، ايزون نهزو هادي عفوا نهزو ديف كومبلي سا، يعني نكررو عندنا بايزون 3 4 يعني اربع مودول اللي هما هنايا، هادو الربع مودول بايزون نبداو نيويورك، يعني ايشي بريزيدجي طوكيو ابري جي باري نشوفو هنايا عندنا دي باراغراف سجل نشوفو النتائج. و هنا نشوفو الباراغراف تاعنا هنا ما عندها حتى ميزون فور، ما عندها حتى يعني هنا خصنا نجيو هنا نكتبو بايزون اش ا من هيدر نصون هاد لابري هادا نحطوهم في دي باراغراف جوست باش تجي الخدمة تاعنا منظمة. كيما عرفنا لي هيدينغ لي باراغراف، يعني الدروس السابقة قلنا هما يعملولنا عفوا يعملولنا تنسيق تاع النص، نقول النص تاعك كيما رانا نشوفو ماهوش منسق ماهوش منظم. حنا نديرو دي باراغراف دي هيدين، يعني باش يرجع النص بواحد سيرتان فورما كيما حبينا حنايا، يعني شاف باراغراف تحتها يعني كيما هكذا دي بتيت باراغراف دو دو
يعني باش تجي منظمة تحطها اونتر، يعني اونتر باليز باراغراف. عندك كاين هيدين كيما هادي باري بارسون كوم سا، يعني ديرها في ان هيد هادي بتيت باراغراف ان باراغراف كوم سا. باغ اكزومبل ايسي عندك باراغراف، وهنا نزيد جي تحط ان باراغراف لندن في ان هيدر اش او. هنا سي جيست عفوا اش ان اش ان. هنا بايزون عندك تيت باراغراف، تيت باراغراف هنا بايزون باراغراف هنا باراغراف فوالا. دونك هنا ممكن نسجلو ونشوفو النتائج. يعني تربية كيما نشوفو لي باراغراف تاعنا راه صرا لها واحد، يعني ولات عندهم واحد الفورما. هنا نشوفو هنا باراغراف، هنا باراغراف، هنا باراغراف، 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 هاذيك لي هيدر. طيب حنا هادو حابين نتحكمو لهم في السياسة تاعهم باش نخلقو واحد الريسبونسيف ديزاين في لاباج تاعنا. واش نديرو؟ نشوفو هنا بلي رانا نتعاملو مع لي اي دي. الاي دي باش تعمل معاهم تكتب دياز والنو تاع تاع الاي دي تاعك، كيما حطيت هاذيك لا فالور لي مديتها للاي دي. ماشي كيما موالفين نتعاملو مع الكلاس بالبوان، نقدر نتعاملو بالدياز باسكو ستين اي دي. دونك هنا واش نجيو نديرو؟ نجيو نتحكمو في ستايل. باغ اكزومبل حابين نمدو واحد البوردر، بوردر باغ اكزومبل ان بيكسل، يعني بوردر الخارجي تاع شاك بلوك. هذا بلوك نديرو له ان بوردر، هذا ان بوردر، هذا ان بوردر، نعطيو له ان بيكسل سوليد جرين باغ اكزومبل. سجلو ونشوف، يعني ما تم حتى تغيير في الصفحة ودليل في مشكل في ذلك أو الذي خلق لنا المشكل هو شيء هو هذا السي اس اس. يعني ما عيطنالوش هنا في الاش تي ام ال، لازم نجيو هنا وخصنا نعيطولو نديرو له ان ابي كيما مولفين نديرو باللينك الدروس السابقة يكري لنا رولاسيون سي شيت اونتر دوكيمون اش تي ام ال دوكيمون سورس. هنا سي جيست نديرو يعني لو نو اكزاكت تاع الدوكيمون تاعنا ديريكتومون لو نو باسكو يتواجدو في لو ميم فايل. نسجلو ونشوفو النتائج، يعني تم وضعهم في لي بلوك. دونك حنا حابين هادو لي بلوك يعني نخلوهمش هكذا، نعاودو نفصلو بيناتهم نديرو المارجين، يعني المارجين نديرو بايزون دو ديز بيكسل اونتر شاك بلوك. يعني راح يديرلنا بين بلوك نيويورك وطوكيو دي بيكسل، بين يعني بين حدود لي بوردير تاع هذا البلوك، البوردير تاع البلوك طوكيو ديس بين بين البوردير تاع طوكيو والبوردير تاع باري ديس، بين البوردير تاع باري وتاع لندن يخلينا ديس. فوالا تخي بيان خلانا ديس. هذا واش حبينا نشوفو بلي لا لارجور ويف تاعهم راهو يعني كبير بزاف، نحاولو نقصو في الويب. نديرو باغ اكزومبل نديرو 300 بيكسل، يا 300 كيلز باغ اكزومبل اللارجور. فوالا نقصنا بيهم، رجعنا 300 يعني هما كبار بارابور ليكرون، نقصنا بيهم باغ اكزومبل 300 بيكسل. انا نشوفو بلي المحتوى هنايا نيويورك هذه الكتبه باديه يعني لاصقه مع بوردير وسي عملنا الشط، نشوفو بلي يعني قريب للبوردير هنا كيما هنا لاصقه هنا، يعني المحتوى هذا نحبو نبعدوه على لي بوردير، نحبو نبعدوه على الاطار، الاطار تاع البلوك. واش نديرو؟ نستعملو اي دينغ، اي دينغ نقولو له عطينا باغ اكزومبل دي بيكسل، يعني هربنا بحد دي بيكسل هنا دي بيكسل. فوالا ندير جوست ان بوردر دي فوالا، دونك خلالنا دي بيكسل. نشوفو بلي كتبة هربت على البوردير هنا، دونك اكوتي راهي هربت على لي بوردير. دونك حاجة مليحة. حابين واش حابين بلي بلوك هذا تاعنا؟ حابين بلي بلوك تاعنا هادو يعني نعملو واحد نعملو واحد كيف نقولو واحد الريسبونسيف، استجابة سريعة.
بيقول استجابة سريعة. حنا لو كنشوفو باغ اكزومبل مانتنون، يعني عفوا نجيو لاباج تاعنا، يعني نقصو فيها هنا ولا نكبرو فيها، شوفو ما كانش استجابة، لي بلوك ثابتين، ما كانش واحد الاستجابة في لاباج، لاباج ما قعداش يعني تستجيب واش قلنا لها. دونك هنا باش هنا تدخل قوة الريسبونسيف، يعني الريسبونسيف هي في السي اس اس. نقدرو نقولو الريسبونسيف ديزاين، يعني كي نقولو الريسبونسيف ويب ديزاين، يعني اللي هو الويب رياكتيف، يعني يتفاعل، يصرى له تفاعل. يعني كي نديرو هكا كي نديرو بايزومبل هنا يتفاعل لنا بواحد الطريقة، وهنا بواحد الطريقة، وهنا كي نزيد نديروه يتفاعل بطريقة واحدة أخرى. هذا الشيء تخلق لنا الريسبونسيف ديزاين اللي هي الويب رياكتيف. الريسبونسيف ديزاين اللي هو الويب رياكتيف هو اللي خلق لنا الشيء هذا، وحنا اللي نقدروا نكرييوه، يعني حنا اللي نقدروا نتصرفوا فيه بال HTML و CSS. انا حبيت ندير واحد الريسبونسيف، حبي يقول كي نحط في وضع السمول لي بلوك يكونوا بواحد الطريقه، وكي نحط في وضع الميديوم بلوك لي بلوك يكونوا بواحد الطريقه، وكي نحط في وضع لارج لي بلوك يكونوا بواحد الطريقه واحده اخرى. الطريقه هذه اللي حبيتها هي يعني هي الفلوت، يعني حاب نديرهم في وضع اللارج، يعني حاب ندير في وضع اللارج نحطهم كامل في لين في لين وحده لي بلوك، في وضع الميديوم نحطهم كات كات يعني دودو، وفي وضع السمول في لي تليفون نحطها في 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 كولون، يعني وضع السمول كولون، وضع اللارج لين، وفي وضع الميديوم يكونوا ان بلوك دودو دو تحت دو. دونك باش ندير هاد العملية نبليك الفلوت ونعطيها الليفت فالور ليفت. حبي يقول واش هنا، حبي يقول بلي هذه درنا لها تفلوتي دار ليفت، من بعد زيد جي هذه تفلوتي موراها دار ليفت، زيد جي هذه تفلوتي مورا هذه دار ليفت، وهذه تفلوتي مورا باري دار ليفت، يعني كامل يصرى لنا واحد الفلوت دار ليفت. نسجلو ونشوفو، وهو كذلك، يعني صرفنا هذه الفلوت هنا، ومن بعد جات طوكيو فلوتات موراها، باري موراها، لندن نشوفو ما صرالهاش فلوت. هي يعني صرا لها الفلوت باسكو لندن كنشوفو هي الأخيرة تكون هنا في أسفل الصفحة، مي صرا لها الفلوت هنا. علاش؟ السبب ما كانتش في اي باج وحدة، ميم سي باغ اكزومبل كنحبو نمدو سي، كيحب لينا ثاني نمدو صرا لها واحد. مي هنا البروبليم، يعني كاين ديما كاين واحد البروبليم في وضع السمول، انا حبيت يكونوا في واحد لي كولون. في وضع الميديوم شوفوا هنايا نورمالمون باري تجي هنايا ولندن تجي غير موراها، هذا واش حبيت انايا، حبيت تجي هكذا للفارغ. و بلوس دو سا، يعني ميم سي في الوضع هذا، يعني في الوضع تقدر تقول هنا لارج، يعني ميم سي هنا راه وضع لارج، وضع لارج هنا نشوفو بلي نورمالمون هذا البلوك يعني مازال محكمش بلاصتو، هو في وضع لارج مازال محكمش بلاصتو، في وضع الاكسترا لارج يحكم بلاصتو. السبب في ذلك هو كاين واحد البروبليم تاع واش، كاين واحد البروبليم تاع لا طاي تو سامبلومون، يعني لا طاي تاع لي بلوك كيف نقولوا لا طاي تاع لي بلوك خصنا ميم سي باغ اون كونجو هنا نبدلو بايز لا طاي تاع البلوك نرجعو حتى 800. هنا درت بالنا قوة الشيء اللي كنا نحكيو عليه، ايضا كي نجيو هنا فوالا تشوفوا في وضع الاكسترا لارج يعني لي بلوك مازالو محكموش بلايصين، هذا جا فلوت مورا هذا ما قدرش باسكو ما عندوش الاسباس، ما عندوش الاسباس باش يدير باش يعاود يفلوتي موراه، وهذا باش يفلوتي موراه، يعني نورمالمون يجيو في لين وحده، ما قدروش باسكو ليسباس لا با سيفيزون، يعني ليسباس ماهوش كافي باش يصرا الفلوت. دونك هنا خصنا يعني نمدو واحد لاطاي هنا اللي تكون معقوله، خصنا 300 بيكسل كيما كنا هنا، يعني يصرا لهم ميم سي هنا خصنا هنا 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 نشوفو حكمو كامل حكمو بلايصين فوالا. دونك هنا نقولو 300 والبلوك بايزون نمدولو نمدولو واحد نقولنا بايزون تكون تجي هنا جوست هادي نديرها بورسونتاج نفي واحد فوالا، هذا واش حبيت، هذا واش حبيت نبين لكم. يعني هنا كيما رانا نشوفو يعني كي قلبناها بورسونتاج، يعني
باش يعني تشوف يعني واش قاعد يصرا. شوف يعني هنا كاين واحد الريسبونسيف، هذا واش اللي حبيتو انا. باغ اكزومبل هنا كنا حاطين يعني كنا هنا كنعاودو نرجعوها، كنا 300 بيكسل، 300 بيكسل كنديرو شوفوا يعني كاين واحد سي فري، كاين واحد الريسبونسيف يعني لي بلوك يكونوا في لين وحده، مي يعني كاين واحد الريسبونسيف تاع لي بلوك بارابور لا باج، مي ما كاينش واحد الريسبونسيف تاع استجابه سريعه، ولا ما كاينش واحد الرياكتيف تاع لي بلوك. لي بلوك تلحق لهم واحد السيرتان، يعني تلحق لهم واحد السيرتان، واحد السيرتان لارجر تلقاه يهبطوا، فوالا سيرتان لارجر يهبط، سيرتان لارجر يحكموا بلايصين يعني. مي بار كونتر كي نحطو هنايا كيما راهم نشوفو ان 30% يعني هنا تختلف العملية، نسجلو ونشوفو العملية يعني كيفاش قاعدة تصرا. يعني كي نجيو الوضع سمول يعني كرينا واحد البروبليم سي با غراف، كي نعاودو نشوف يعني لي بلوك كيفاش قاعدين يتمددو، ميم سي الكونتوني قاعد يتمدد، لي بلوك يتمددو يتمددو، يعني هذه هو قوة الريسبونسيف، يعني هذا هو الرياكتيف. لا ريسبونسيف الوبري يعني كيما نقولو حنا يعني كيعود لي بلوك والكونتوني قاعدين يتمدو في نفس الوقت، يعني هذه تسمى رياكتيف، يعني تفاعلية. كاين تفاعلية تاع لاباج تاع المحتوى تاع لاباج بارابور لاطاي تاع ليكرون، فوالا يعني كاين واحد التفاعل. قد ما نزيدو في لاطاي تاع ليكرون شوف يعني لي بلوك يزيد لاطاي تاعها، فوالا يزيد لاطاي لي بلوك يزيد لاطاي مع الكتبة ثاني تزيد لاطاي، فوالا حتى العرض يعني العرض الكامل تاع لاباج. ونشوفو هنايا ميم سي درنا هكذا وقع لنا واحد البروبليم، هو انه صارت لنا هذه وهذه وهذه في لين واحدة، هذا ما صرا لهمش في لين واحد. بوركو باسكو لاطاي تاعها لاطاي تاع ليكرون يعني ني باسيفيزون باش تزيد تحط لك البلوك هذا مورا البلوك تاع باري، ني باسيفيزون. دونك باش نتفاداو هذا المشكل لازمنا نفيكسيو لاطاي، يعني ميم سي هذا هنايا ثاني او بروبليم، يعني بروبليم هذا لازمنا ثاني نورمالمون نجي باري هنا ومن بعد تجي هذه موراها، يعني باش نتفاداو هذا البروبليم هو لازمنا نفيكسي يعني واحد العرض ماكسيمال بايزون نقولو بيكسل، واحد الهاي ثاني، الهاي ثاني قلت يوقع لنا فيه لي بروبليم باش نفيديوها، نديرو واحد الهاي ماكسيمال 300 بيكسل. دونك هنا سجلو نشوفو النتائج، يعني فوالا مازال يعني كيف نقولو لي بلوك مازال لهم يصار لهم تمدد، يعني فوالا هنا احنا حددنا واحد نقولوا حددنا واحد لارجور ماكسيمال تاع لاباج اللي هو 800 بيكسل، فوالا 800 بيكسل. و كان باغ اكزومبل نجيو هنا نقولوا 80% لارجور، و الهاي ثاني نحدد 80% عفوا، يعني هذا هو هذا هي الريسبونسيف، يعني انت اللي تتحكم في السي اس اس. فوالا نشوفو هنايا شوفو لارجور، فوالا دونك هنا ميم سي وقع لنا لو ميم بروبليم، يعني البلوك لندن هذا ما جاش مورا البلوك باري، علاش؟ باسكو كي نديرو البورسونتاج يعني البلوك في حد ذاته قاعد يتمدد، يعني احنا عطيناه 100% مرون كي نقول عفوا عطينا 30% الويد تاع شاك بلوك، و 30 يعني 30% من 80%، ولكن حنا هنايا كيما رانا نشوفو البلوك في حد ذاته قاعد يتمدد، ميم سي يعني نلحقو ميم سي حطينا 30 نقولو هنا 30 60 وهنا 90 وهنا 100 يعني فاقت كيف نقولو فاقت 100%، يعني هنا خصنا يعني هنا وشحال نجيو نحسبو هنايا 30 وهنا 30 60 وهنا 30 90 120 يعني 90 100 120، يعني هنا لاطاي كلي شوف هنا انا وشحال بورسونتاج غير 80، يعني ممكن نطلعو نقولو 200% لاطاي، هنا نديرو 200%
باش نفهمو يعني هذا هو يعني الريسبونسيف ديزاين، يعني انت اللي راك تتحكم في البلوك تاعك. فوالا نشوفو، فوالا شوف الوضع، في الوضع السمول، في الوضع الميديوم، يعني هنا في البورسنتاج، يعني في البورسنتاج لو بروبليم سي كو يعني لي بلوك اصلا قاعدين يتمدوا، ها لي بلوك قاعد يصرالهم واحد التمدد، واحد الرياكتيف يصرالهم رياكتيف على حسب اللارجير. دونك هنايا باش نتفاداو هذا البروبليم جوست انا نجيو نحطو الفايل جمع تاعو 300 بيكسل، وهنا نتعاملو بالبيكسل بيكسل، هنا بايزون نقولو 800، وهنا 800 نسجلو. يعني هذا هو سي اس اس، هذه هي الريسبونسيف، يعني انت اللي راك تتحكم، انت اللي تتفاعل مع يعني لاباج تاعك، انت اللي خليها اللي تخليها تتفاعل. فوالا كوم سا شوفو هنا في الوضع، يعني في وضع الاكسترا، يعني في وضع الاكسترا ولاو كامل في لين واحد. هنا وضع الاكسترا 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 الاكسترا، رانا في الاكسترا، هنا رانا في وضع الميديوم، يعني وضع الميديوم، وضع الميديوم ميديوم، لان هنا رانا في الميديوم وقعنا بروبليم. في وضع السمول اللي هو لي تيليفون ما وقعش بروبليم، في وضع الميديوم كاين واحد البروبليم اللي هو هذا. دونك فوالا، دونك هذه هي يعني كيما نقولوا احنا الهدف تاعنا كما قلنا وضعنا وقعنا تم وضع جميع لي بلوك في انسولين، وهذا هو لوبجيكتيف تاع الفلوت. وكي نقولوا الفلوت في السي اس اس معناته ريسبونسيف، نقدروا نحكيو على الريسبونسيف ديزاين، يعني يقول الويب رياكتيف، يعني الكونتوني تاع لاباج تاعك هنايا يصرى له واحد الرياكتيف على حساب لارجور تاع ليكرون. دونك هذا هو يعني هذا هنا تكمن قوة الريسبونسيف، يعني انت تتحكم في السي اس اس عن طريق الاش تي ام ال، وتجي هنايا وتكري واحد الريسبونسيف تاع لاباج تاعك. فوالا كيما قلنا هنايا ديما وقعنا واحد البروبليم، هذا البروبليم هنايا نشوفو فوالا ديما هذا البلوك تاع نيويورك يعني عنده واحد يعني ميخليش باري تفلوتي، يعني هذا نيويورك فلوتا من بعد طوكيو زاد فلوتات، باري كيجي فلوتي يعني كيزيد يجي فلوتي ديريكتومون فير ليفت. واش يوقع له كيجي فلوتي فير ليفت نيويورك تمنعو، يعني عندها واحد الطرف زايد هذا، يعني هادو السنتيمتر هادو لي زايدين تمنع نيويورك باش تفلوتي منها، وهذه باري اي باري باش تفلوتي، ونيويورك اوسي ما عندهاش كيفاش تفلوتي ديريكتومون مع باري، باسكو باري ديجا راهي مجينيه. باش نحيو هذا المشكل سوا نقصو في لاطاي تاع البلوك هذا نرجعو حتى هنا تاع نيويورك، سوا نديبلاسيو نيويورك ما نحطوهش هو الاولاني، لازم نحطوه هو الاخراني، لازم نكون نهزو هذه نيويورك سوا كيما نحبو، يعني نحبو هنا في السياسة نقصو في لاطاي، ولا انا بغيت نقص نبدل بغيت نبدل من لاش تي ام ال، يعني السياسة عرفنا كيفاش لا رياكتيف كيف قاعدة تصرف. فور اكزومبل باش ثاني نثبتو بلي لا ريسبونسيف ويب ريسبونسيف ديزاين ولا ريسبونسيف ويب ديزاين تقدر يعني تكري انت لا رياكتيفيتي انطلاقا من سي اس اس كيما تقدر تكريها من طريق اتش تي ام ال، يعني في زوج اتش تي ام ال سي اس اس. تحب تجي هذا فور اكزومبل تقول باش نخلي لاباج تاعي يصرى لها واحد الرياكسيون واحد الرياكتيف، يعني هذا البلوك نحيه نحطو هو الاخراني، يعني دير دي سوليسيون. فوالا نسجلو ونشوف النتائج. عفوا درنا واحد البتيت ايرور، يعني مهزيناش الديف كومبلين، نحوها هنايا نسكرو هنا نسكرو الديف هنا. فوالا باش يجيو لي بلوك عندهم واحد لانديبوندونس تخي بيان. فوالا نسجلو هنايا نشوف النتائج، يعني هنا في وضع السمول، هنا هنا
دونك هنا كما رانا نشوفو يعني زاد وقع مشكل، يعني كونسيبو نحطو هادو برسكو كما رانا نشوفو هنايا لو ميم بروبليم، يعني اللي ما صرالهاش فلوت نورمالمون يصرالها الفلوت كي عندها ليسباس، كما هنا نشوفو ما عندهاش ليسباس، يعني تقيس مع واسمو تقيس مع طوكيو. طوكيو باغ اكزومبل هي كذلك نقلبوها هي ما قبل اخير باغ اكزومبل، هكذا باش نتفاداو لي بروبليم. دونك هنا انا قاعد ندير هنا في هذه اللحظه اللي كيما راني نعمل هنا، ندير جوست از كومبلي باش ما نغلطوش، يعني كيما راني نتفاعل هنا بال HTML تسمى رياكتيف، يعني هذا هو ريسبونسيف، يعني سيتي ريسبونسيف. بايزون نجي هنايا ونحطها هنا نسجل ونشوف النتائج. فوالا تخي بيان، شوف مانتنو نيويورك كيفاه صرالها، يعني صرالها وسمو صرالها حكمت بلاصتها. كان طوكيو مجينيتها، يعني شوف هذا الطرف اللي زايد تاع طوكيو، سوا تقدر تنقص في لاطاي في كيف نقولو في الهاي، باسكو الهاي هنا يعني محدد، يعني الهاي تاع كيما هنا في السي اس اس راني نشوفو حددنا غير الوي 300 بيكسل، ما قلناش الهاي ايكالا، نديرو الهاي ايكالا حاب يقول قادر بايوم البلوك هذا يعني الهاي تاعو كبر من الهاي تاع هذا البلوك، وكبر بايوم هو كبر من الهاي تاع هذا البلوك واقل من الهاي تاع هذا البلوك، وهذا الهاي تاع البلوك هذا اكثر من هذا وهذا، وتقدر تحكم فيه في السي اس اس. تقدر اوسي دير الريسبونسيف ديريكتومون ترياجي في لاباج تبدل لي بلوك كي بدلناها. فوالا شوفوا هنا بلي بروبليم تريغلا، يعني في وضع السمول في وضع الميديوم نريغلي يعني 4 4، وفي وضع يعني السمول كذلك يعني ما صراش بروبليم، كل واحد يحكم بلاصتو في الليفت. في وضع الاكسترا سمول يعني صرا واحد يعني لي بلوك كامل جاو في لين وحده، وهذا واش بغينا يعني. دونك هذه خلاصه القول هنا، علاش انا كنت قادر نبدل في لاطاي تاع لي بلوك، مي حنا درنا ديجا ستيل للبلوك، يعني درنا واحد لا فليكسيبيليتي، واحد الريسبونسيف، واحد الاستجابه السريعه بالسي اس اس، زيد درتها بال اتش تي ام ال، بدلت لا سيتياسيون تاع لي بلوك وسا مارش. دونك هذه هي ريسبونسيف ديزاين، انت يعني تشوف بالسي اس اس والاتش تي ام ال تشوف لاباج تاعك كيفاش يصرا لها لا رياكسيون، يعني في السمول في الوضع السمول تاع التليفون كيفاش يكون كولون، في وضع الميديوم في وضع الاكسترا سمول يكونوا في شكل لين. دونك انت تشوف الريسبونسيف، يعني هذه الريسبونسيف تشوف الاجابه كيفاش عن طريق سي اس اس. دونك باغ اكزومبل لو كان نفرضو بلي دونك نفرضو بلي نزيدو دي تريك هنا البودي لازم نحطوها في ان كونتينر، نفرضو بلي هادو الحكاية تاعنا قاع هادي نحطوها في ان كونتينر اي دي كونتينر. فوالا يعني نزلو الديف هادينا تاعنا ونحطو قاع لي باليز نحطوهم في هذا الكونتينر ونسجل. نجيب بايزون نقولو يعني عفوا هنا كونتينر نسجلو، نقولو هذا يعني الكونتينر هذا نجيب هنا سي اس اس ونسبقو بالدياز ونعطيولو واحد واحد سي اس اس كونتينر هذا، نعطيولو بايزون لهادي لي سيت فوسي نروح هبطو نبدلو لها جوست لاكولور، نقلبوها ريد كوم سا ونسجلو ونشوفو النتائج. يعني افيش هنا واحد الكونتينر روج هنا كيما رانا نشوف الكونتينر هذا، نشوفو بلي لي بون كامل راهم خارج الكونتينر، نجيوش داخل الكونتينر. دونك هنا كاين واحد البروبليم، دونك باش نيفيتيو البروبليم هذا نفرضو بلي يعني علاش بارسكو حنا لي بلوك تاعنا كامل درنا لهم اللفت، يعني كامل يروحو غير اللفت، هذا لفت هذا يجي لفت هذا لفت وهذا بعد يجي لفت، ونزيد نمدو زيد يجي لفت، يعني ما جاوش داخل الكونتينر. واش نفيتو هذا البروبليم، خلينا نزيدو هنا يعني نوفر ديف في الديفا هاذي باكزوم نقولو اي دي هاي، يعني خلينا نقولو نشؤو لي اوت، هذا هو المعنى اللي هيدر هنا بايزون، نقولو بايزون
the first demo of respawn save. عفوا سمحوا لي responsive design and the first demo of responsive design will be وبيا responsive design ونكتفي يعني فيها يعني في الهيدر هذا هذا درنا هنا هيدر نحبو بايثون نجيو نديرو اسفل يعني نديرو الفوتر كومسا وهنا نكتبو جوست كوبي رايت بايثون كوبي رايت كوبي رايت على بايثون كومسا كوبي كومسا ديليت دي سيت نحبو نشوفو النتائج كيما رانا نشوفو هنا خرجنا الكوبي رايت نورمالمون يعني نورمالمون الكوبي رايت هادي سمحو ليا اوسي نورمالمون الكوبي رايت ندخلو في الكونتينر حنا حابين كلش نحطوه في واحد الكونتينر سجلو شوفو فوالا شوفوا بلي الكوبي رايت دخلت في الكونتينر والريسك وهذه الهيدر دخل في الكونتينر مي بالمناسبه نشوفوا بلي كي كرينا الدوز اليمو هادو شوفوا بلي صرا يعني هادو دخلوا لي بلوك وهذاك البلوك ما دخلش يعني هنا كاين بروبليم حنا في الحقيقه نورمالمون كاع لي بلوك راه داخل الكونتينر مي البروبليم في ذلك هو يعني حنا ابليكينا جوست لا بروبريتي لا فلوت لي زيليمو قاعد يصراو من غير الفلوت لازمنا نكريو دوتر بروبريتي اللي هي الكريت الكلير يعني لا بروبريتي كلير هذه يعني باغ اكزومبل كيما هنايا باش نيفيتيو البروبليم هذا يعني ما يصراش ديبوردومو هذا الفيضان هذا يعني كي يعني بلوك يجيو في الكونتينر تاعنا خصنا نديرو هادو نحيو لهم الفلوت يعني نكريو ان اوبجي اللي يكون كونتر للفلوت يعني كرينا هادو دو سوبجي يكونوا كونتر للفلوت حاب يقول ما يصرا لهمش فلوت في هذا الحال في هذه الحاله راح نكونوا ريغلينا البروبليم تاعنا يعني كي نجيو هنا نقولوا بلي فوتر يوسي الهيدا يعني هذا يعني دير لهم واحد الكلير يعني الكلير ليفت يعني ما تخليهمش يفلوتي وفير ليفت هادو كاع لي بلوك يفلوتي وفير ليفت غير جوست هذا ما يفلوتيوش فير ليفت نسجلو وانا نشوفو بلي البروبليم تنحى يعني الكونتينر تاعنا هذا الروج يحتوي على كاع لي بلوك هادو الفير ويحتوي على الهيدر ويحتوي على وسي على هذا على هذا واسمو اغاك امد كوبي غايت اغاك امد اللي هما الفوتر و نقدرو بايزون نجيو هنا يعني نديرو هاد العفسة تاع لي كادر وبيا لي بلوك كيما نحبو يعني كيما هنا بايزون نجم ندير لها واحد لاكولو مام نفسي تحب دير تكست اللاين هذاك نسونطريه اوسي فوالا وكيما رانا نشوفو يعني هان كريه من ب مي نشوفو فين بلي لاصقين هذا مش مشكل يعني نقدر دير مارجين بيدينغ كوم سا بيدينغ نعطيهم يعني بيدينغ بارابور للمحتوى حنا نحبو نبعدوهم كيما هنا نشوفو هنا لي بلوك هادو تاع الهيد والفوتر لاصقين في الكونتينر باش نبعدوهم شوية جوست بالمارجين يعني نتمد لهم مارجين بايزون تاع 5 بيكسل 5 بيكسل عفوا هنا نسينا لي دو بوا 5 بيكسل وراح يتريق لي بروبليم هنا كيما رانا نشوفو ميم درنا المارجين مي ما تمش حل المشكلة علاش باسكو هنا نشوفو هنا يسرى من الطوب عفوا وهنا من البوتون يعني هنا صرا من الطوب
من الطوم يعني من الطوب يعني حاب يقول من الأعلى والنصرة من الأسفل. هنا خاصك دير له طوب ولا ميم شوز مضربين دير له هاجو وهنا دير له من بوطون عفوا من بوطون فوالا سجلو نشوفو النتائج يعني نشوفو هنا يعني صرا واحد يكون كبرو شويه لاباج فوالا شوفو بلي يعني صرا واحد المارجينغ منا من البوطون فوالا يعني بازين نفكو هنايا تاع الهيدر يعني يخصنا هنا الهيدر نزل باسكو هنا كي بدينا بالفوتو يعني ابليكا المارجين تاع واش يعني ابليكا المارج البوتون والطوب بارابور ليليمون فوتر اللي تاني ننتبهو عليها لازم نخصو وكان نجي بايزوم ونعكسو العملية نهزو جوست الكود هذايا نعكسو العملية حبي نقول نرجعو هذا الاولاني فوالا ابليكيو نشوفو النتائج يعني هيدر وبيان يعني سوا كيما نحبو يعني سوا نابليكيو كيما هنايا ابليكينا قلنا درنا السنك اللي هي هذه السنك من يعني من الاسفل ومن الاعلى مي ابليكي هنا جوست الهيدر جوست الفوتر يعني هنايا جوست نحيو هذا الفوتر هنا بلي باسكو هو البروبليم ميم سي وقعنا الميم بروبليم باسكو خصنا يعني سواء نتحكمو كيما هنايا حنا تحكمنا هنا قاعدين نتحكمو فين في زوج وهنايا كرينا غير واحد وحده يعني سواء نفصلوهم سواء نديروهم مع بعض وحدة بين زوج يعني نقدروا هنايا نحيو هذا نخليو غير الفوتر يعني نتحكمو في فوتر وحده والهيدر وحده نعاودو نسجلو الخدمة تاعنا يعني نشوفو بلي الهيدر مقعدش يتبدل كات غلطنا هنا نشوفو نفيريفيو الهيدر هنا بي تأكدو مليح من لومو باسكو ديفو يكون لومو ماهوش هو يعني ويوقع لنا مشكل وهنا الفوتر نسجلو نحيو هذه البيدينغ هنا يعني هذه هي ريسبونسيف يعني انت اللي تتحكم فوالا كما نشوفو هنا صرا يعني صرات لنا واحد البيدينغ من هنا من الطوب 5 بيكسل يعني البروبليم في ذلك هو البيدينغ هذا اللي كان هنا لازم يعني خلاص تقول له انه تخليش هنايا دي يعني تكتب بيدينغ وما تعطيهاش فالور راح يعتبروا لك ايرور كما قلنا في الاش تي ام ال مي فيشيتش لي زيرور مي ما يعطيكش ريزلتا يافيشي لك ريزلتا نامبورت كوا دونك سي بور سا هنا تفاداو هادو يعني ما تحطش برك لي زيليمون كيما نقولوها حنا باغ اكزومبل ها كيما نقولو هنا درنا فولتر درنا هيك حنا ما حابينش هكذا حابين باغ اكزومبل نديرو نرجعها كيما كانت هنايا فوتر نرجعو هنا هيدر يعني فوتر وهيدر و باغ اكزومبل هنا نستعملو منستعملوش بوردر نستعملو دي باك جراوند باش تجي عملية واضحة سجلو تري بيان درنا دو باك جراوند باغ اكزومبل نحبو يعني المارجينغ احنا نحبو بيدينغ وسي ديرو ان بيدينغ تاع شي شوية تري دي بيكسل هنا رانا نخدمو برك هنا في الدور تاعنا هنا رانا نخدمو في واحد اللاي اوت هذه واش هو عندها يعني لاي اوت كاملة فيها الهيدر والفوتر وعلى الانتيريور تاع هذا اللاي اوت يعني الكونتينر كامل
يحتوي هذا الروج، يعني باش نتاكدوا باللي يعني نزيدوا له بايز. فوالا باش نشوفوا الكونتينر تاعنا مليح مليح. فوالا هذا هو الكونتينر تاعنا الروج، هذا الكونتينر تاعنا الروج هذا نشوفوا فيه يحتوي الهيدر والفوتر ويحتوي البلوك تاعنا نفس يكون نحبه، يعني نكبره كيما نحبه. رانا في وضع الاكسترا، في وضع الاكسترا يحتوي كاع لي بلوك. في وضع يعني الميديوم كما رانا نشوفوا هنا، في وضع هنا في وضع اللارج، هنا الاكسترا لارج، هنا رانا في اللارج، في وضع اللارج، هنا في وضع اللارج، وضع اللارج، هنا في وضع الميديوم، هنا في وضع الميديوم، 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 ميديوم، ميديوم، هنا هنا في وضع يعني نقدر نقولوا سمول، وهنا الاكسترا سمول، هنا تاع لي تيليفون، هنا تاع لي تابلت، وهنا تاع لورديناتور. فوالا دونك هنا رانا نشوفو يعني حاجة مليحة، يعني نشوفو هنا التمدد كي قاعد يصرى، شوف يعني التمدد تاع لي زاليمون تاعنا، تاع لي بلوك تاعنا. دونك هذا هو يعني يعني لوبجيكتيف رانا لحقنا له، يعني درنا واحد ريسبونسيف في لي بلوك بالسي اس اس و الاتش تي ام ال كيما كنا نشرحو فائتا، وكرينا هذا الريسبونسيف اللاي اوت، يعني واستعملنا الريسبونسيف الفلوت هذه كما قلنا طريقة الفلوت هي تدخل في معنى الريسبونسيف، بيقول نستعملوها باش نكريو واحد الريسبونسيف سي اس اس و اتش تي ام ال. فوالا دونك يعني نقدروا باغ اكزومبل هذا البيدينغ هنا في الفوتر والهيد نقدروا نحيو يعني جوست هذا المارجينغ، باسكو حنا حابين لاي اوت تكون يعني كيما باجور. فوالا تكون كولي وسي هذا الريد نبدلو نرجعوه جرين ولا جري كوم سا، يعني يكون ان سيت ويب يعني ونقصو له نردوه ان بيكسل يعني جوست باش نبينو برك. فوالا اللاي اوت تاعنا كيفاش جايه. يعني فوالا نحبو سي نتحكمو، يعني هذه هي الريسبونسيف، يعني استجابة تاع لاباج تاعك في قاعد الاستجابة السريعة. بعد ابري نحبو بايزون كاين حاجة حابين نأكدوها، هي أنو لازم نحيو هذو لي بلوك. دونك مانتنو رانا عندنا باغزوم إين باج ويب فيها غير دو كريتير، نحيو هذو لي بلوك باش تجينا هذو تحطهم كومونتير. بالمناسبة كي تحب تكومونتي إين لين إين باراغراف بهذو لي سي اس اس. فوالا كيما رانا نشوفو فوالا البلوك تاعنا راهو ساجل، يعني هنا ها درهم يعني تحت بعضها، هنا كات، هنا يعني في وضع يابري هنا، فوالا يعني حاجة مليحة، يعني سيت ويب مليح خدمنا به سي اس اس ريسبونسيف. هذه الريسبونسيف تاعنا. وبقات لنا حاجة أخيرة اللي هي ندخلو معنا هنايا حتى لحد الآن استعملنا سي اس اس وستعملنا ال HTML باش كرينا واحد النوع تاع الريسبونسيف. وكما قلنا سوا الفلوت سوا اللاي اوت هادو كامل يدخلوا في معنى، يعني يدخلوا هما دي تكنيك ويدخلوا في معنى الريسبونسيف ديزاين. يعني باش تكري واحد الريسبونسيف ديزاين تستعمل لاي اوت، تشوف استعملنا كونتينر هايدر، يعني لاي اوت يعني درناها في شكل دي كولون، يعني دي بلوك دي كولون، هذه وحده. ثاني حاجه استعملنا الفلوت، الفلوت يعني درنا لمي فلوتيو، يعني كي نزيدو مهما نزيدو عفوا مهما نزيدو لارجور هنا يعني يفلوتيو. هذه ثاني ريسبونسيف. دونك لاي اوت الفلوت يعني هذو كاع راهم ريسبونسيف يدخلوا في معنى ريسبونسيف. استعملنا ال HTML يعني كي بدلنا لي بلوك، استعملنا السي اس اس اللي قاعدين يتحكموا يعني في لي بلوك هذا، هذه ريسبونسيف. كاينه حاجه اللي هي باغ اكزومبل حابين ناكدو عليها وقلنا عليها في الدروس السابقه اللي هي لاباليز ميتا، يعني لاباليز ميتا انطلاقا من لاباليز ميتا كاين وين نكتبو نيم، وفي النيم هذه باغ اكزومبل ندخلو واحد الفالور اللي هي الفيي فيي بوار، والفيي بوار هذه هنا تخصنا دبل بي. الفيي بوار هذه واش هي؟ الفيي بوار يعني كاين كونتوني واش تهز هذه الفيي بور، واش الكونتوني اللي تمدو؟ تمدو زانستريكسيون. الانستريكسيون الاولانيه هي كما قلنا هي لويف، لويف ايغال ديفايس
Oui. Point virgule. Après, initial. Scale 1.0. Voilà. Donc, في هذه اللحظة كما شرحناها يعني بالتفاصيل دروس الميتا دوني في اتش تي ام ال، قلنا باللي الفي اي بار هذو يتمد دوز انستريكسيون، يعني تمد لا تمد الانستريكسيون هذه وتمد الانستريكسيون هذو. هذو لي ديز انستريكسيون واش معناتهم؟ معناتهم كما شرحناهم انه اللارجور تاع باريزوم حنا رانا في ديفايس اورديناتور، اللارجور تاع يعني ديفايس ويث ايكال ويث ديفايس ويث، انتم اللارجور تاع لاباج تاعك هو اللارجور تاع الديفايس. هذه حاجة مليحة، معناتها يعني رانا في البي سي هكذا مليحة، كنت تحب تديها يعني اللارجور تاع لاباج هو اللارجور تاع ليكرو، كنت تديها الاكسترا سمول يعني في التليفون يولي اللارجور تاع لاباج اللي هو هذا من هنا حتى لهن هو اللارجور تاع ليكرو تاع التليفون. في التابلت هنا بايزون، في التابلت هنا بايزون اللارجور تاع لاباج تاعنا هو اللارجور تاع ليكرو تاع التابلت. هذا واش معناتها لي ديزانستريكسيون، وهذه لي انيسيال سكان معناتها الزوم انيسيال تاع لاباج كي تحب، هذا هو الزوم تاعها انيسيال، يبقى محافظ على الزوم هذا في وضع تابلت بزوم يعني هكذا. لازم كي نروحو لوضع سمول يعني يبقى محافظ على سلام الله عليكم وعلى في ليكرون تاع تابلت، ميم سي في البي سي اوسي سي لا ميم شوز. دونك هذو هما ليكسبليكسيون تاع الويث والزوم انيسيال، شرحناهم يعني بكل تفاصيل في الدرس الميتا في الاش تي ام ال. دونك حنا حابين نبينو حاجه، كي نجيو باغ اكزومبل نديرو ان انسبكت اليمون، ان انسبكت اليمون نشوفو هنايا باللي يعني الوضع تاع لاباج تاعنا وين الوضع تاعها في ان تليفون ايفون نيكسس سي بي، كو باغ اكزومبل نحطوها في ان ايفون 6 وهاو الوضع تاع لاباج تاعنا في الايفون 6. هنا باستعمال يعني نشوفو هنا الوضع راهي مريقله يعني لاباج في التليفون عندها حتى مشكل، يعني حافظت على لارج تاع لاباج قعد يعني ادابت لارجور تاع الايفون 6 والزوم تاع لاباج تاعنا قاعد محافظ يعني الزوم تاعو الزوم يعني الزوم انيسيال تاع لاباج يعني الزوم تاع لاباج يعني هو الزوم انيسيال تاع ليكرو تاعنا، يعني كاين واحد الادابتاسيون. شوف يعني لو كان نحيو في بار في لو ميم ايفون 6 نسجلو ونشوف، شوف يعني لاباج كيف ولات، يعني الزوم تبدل اصلا لارجور كيما هنا لارجور، شوف يعني باه نلحقو لارجور تاع لاباج كيفاش حتى نتسعو هكذا باش نشوفو، يعني هنا لارجور تاع لاباج هنا هذا هذه يعني نحينا الفي اي بار، الفي اي بار ولات متمدش هادو لي انستركسيون للبراوزر، البراوزر اللي حمل لنا لاباج تاعنا في التليفون، يعني ولا ما يعطيش الويد هذا، ما ولاش يمد السكان انيسيال، يعني ما ولاش يمد الزوم انيسيال. نكون عاودو نرجعو في بار تاعنا، يعني هذه شرحناها يعني جوست باش نزيد نعاودو ناكدو ونابليكيوها في فوالا كما رانا نشوفو، يعني حافظ كي زدنا الفي بار ولا واش هي ولا يعني لارجور تاع لاباج يعني هو لارجور تاع ليكرون تاع الايفون 6 والزوم انيسيال يعني اللي كاين بعد اصلا يعني الزوم انيسيال تاع لاباج تاعنا قعد يعني الزوم انيسيال واش معناتها؟ معناتها لاباج تاعنا باغزوم كي نخدموها على ان بي سي عندها ان سارتان زوم انيسيال يقعد هو هذاك الزوم تمشي به، يعني نشوفو هنا بلي يعني لاباج تاعنا كلار، يعني اي واحد يقدر يقراها على التليفون، ميم سي كون نحبو نبدلو تابلات اي واحد يقدر يقراها على التابلات، واي واحد باغزوم يحب يقراها على الاورديناتور يقراها على الاورديناتور. هذا هو لوبجيكتيف تاع ريسبونسيبل ديزاين. يعني خلاص نقول في هذا الدرس تعلمنا كيفاش يعني كريو ريسبونسيف ديزاين سوا بيتيليز يعني بيتيليزي الفي اي بار هذه، ويعني وشفناها بالديتاي في الكور تاع لي ميتا دوني يعني سي باغاي اوسي بلا ميتو تاع السي اس اس والاش تي ام ال، يعني ديبلاسيو الكونتوني تاع الاش تي ام ال موديفيو في السي اس اس تاع الدوكيمون ان سارتان فاسون حتى نتحصلوا على واحد الرياكتيف في لاباج تاعنا، وكي تحصلوا على الرياكتيف هذيك نكونوا قد تحصلنا على واحد لادابتاسيون تاع لاباج تولي ادابتي في السمول وفي الميديوم وفي اللارج، يعني في ديفيرونت ديفايس.
دونك هذا هو الهدف من هذا الكور، هو تعلم ريسبونسيف ديزاين دو ميثود، سواء بالفي اي بار سواء بالسي اس اس والاش تي ام ال، اللي هو الهدف من هذا الكور. وكذلك تعلمنا كيفاش نديرو ان لاي اوت مع الريسبونسيف وباستعمال الفلوت، يعني كور شامل وكامل. دونك اكتفي بهذا القدر من المعلومات ان شاء الله في هذا الدرس من تعلم لغه ال HTML اللي هو الدرس 23 اللي هو ريسبونسيف ديزاين. دونك اللي عنده اي سؤال، اخر حاجه نقولها لكم قبل ما نكيت هذا الفيديو، اللي عنده اي سؤال استفسار ما تردوش بطرح الاسئله اسفل هذا الفيديو، ساكون جد سعيد للاجابه عن اسئلتكم. نعم، وقبل ان تعمل كيت لهذا الفيديو، اذا كان الكونتوني تاع هذا الكور قد افادك بالشكل الكبير وبالشكل الجيد، فعليك الا تعمل لايك لهذا الفيديو. نعم، اعمل لايك واعمل وسي سبسكرايب اذا كنت اول مره يعني تتابع هذه القناه، سبسكرايب لهذه القناه، اشترك لهذه القناه، وشير لفيديوهات هذه القناه. نعم، اعمل شير يعني لتعم الفائده هنا كل الناس في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، اعمل هذه الاشياء قبل ان تعمل كيت لهذا الفيديو. واهلا ومرحبا بكم في دروس اخرى لدورة تعلم لغة ال HTML، الى درس اخر ان شاء الله من هذه الدورة اللي راح يكون درس 24 من هذه الدورة، سنتعلم ان شاء الله اشياء اخرى مفيدة في دورة تعلم لغة ال HTML. الى ذلك من حين استودعكم الله، وسلام الله عليكم.